السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الدري هادا، تيجي بحال هكا بالألوان، درس خفيف وراه ساهل في الخدمة، الصراحة تيجي زوين. أنا تيعجبني هاد الدرس، بغيت نشاركو معكم. من بعد ما درت معكم الفيديو اللي فيه الكوزة مغلفة بالألوان، من وراه أخواتي حطيت لكم الفيديو اللي فيه الملاقي اللي تحت الفيه، درتها معكم صغيرة بدقة واحدة ودرتها معكم بجوج ضربات. دابا ان شاء الله غنشارك معكم هذا الدرس هذا. نبداو بسم الله، نثبتوا من هنا لكم. دائما كنسبق الملاقيه، راني درت معكم اخواتي هاد الملاقيه. غنخدموا بالحريم برومعة ثلاثه الشعرات، عندنا هاد اللون ديال الثوب وثلاثه الالوان اخرين. غنديروا هاد الدرس هذا، الصراحه هاد الدرس دائما كنخدمو وكيعجبني وبغيت نحطو هكا في القناه. نبداو بسم الله، نجيو لهنا. الحرير على ثلاثه الشعرات، الابره نمره خمسة. نجي لهنا لبلاصه الملاقيه، نهزو شي عوينه من هنا، هي منين نبداو نهز هاد العوينه ديال الحرير. اول حاجه اخواتي في هذا الدرس نسبقوا الحبكه هي الاولى، ضروري من الحبكه الا بغيتوا هذا الدرس يجيكم مزيان وتعرفوا لي القياس ديالو، راه سبقوا الحبكه هي الاولى. هانتوما تنشدوا هنا في الثوب، ندير الخيط على يدي اليسار، نخدم في هذا الخويط غير ويه وحده على الابره صافي، ونعاود نشد هنا في الثوب، نخدم في هذا الخيط هكا صافي ونشد في الثوب. اللوح الحرير على يدي اليسار، نخدم في هاد العوينه ونشد في الثوب. هذه هي الحبكه اخواتي، راني كنخدمها معكم شحال من مره، غير نشدو في الثوب نرجعوا لهاد الخيط نخدمو هكا ونعاود نشد في الثوب. غادي نخدم حتى نكمل هاد الخيط هذا ونرجع لكم. انا كملت هذا الخيط بالحبكه، غير سبقوا اخواتي الحبكه هي الاولى، من بعد غتجيكم الخدمه سهله صافي. غنبداو باللون ديال الثوب، نجي لهاد العوينه الاولى نشد فيها، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نعاود نشد في الحبكه اللي حداها صافي، ونجي لهنا نخلي العوينه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، غنشد في الخامسه، نطلق الخيط شويه نطلعو الفوق، نخلي الخيط يجي داير ونعاود نجي لهنا نضوبلو هاد الخيط على جوج مرات ونخليه بحال هاكا مهزوز الفوق صافي. وندير الخيط على يدي اليسر ونبدا نعمر. بغيتو تحسبو هاد الحبكات اخواتي حسبوهم، بغيتو تبقاو غير عينكم ميزانكم حتى يعمر القوس، المهم ديروا اللي يسلككم، غير هو ما تزيروش هاد الحبكه خليوها مرخيه حقاش باقنا نعاودو نخدمو فوقها. واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تقريبا تيهز هاد القوس 20 حبكه. غنشد هنا في العوينه اللي حداها ونجي مباشره لهنا بهاد العوينه، تندوزو واحد الخيط بحال هكا بهاد القوس، كنخليه مرخي داير بالقوس صافي، ونبدا عاوتاني نحبك. تنجي لهاد الحبكات
تنخدم وحده بوحده، نشد في الاولى وكنشدو معانا داك الخيط صافي نبداو نحبكو. صافي غنبدا دايزه دابا مع هاد الحبكات والخيط، احنا كنخدمو فوق الخيط، نبقى نخدم بهاد الطريقه حتى ندور مع القوس كامل. كنلوح الخيط على يدي اليسر، كنخدم في حبكه من هاد الحبكات. انا سبق ليا ودرت معكم هاد الاقواس مضوبله في واحد الجلابه، وبزاف ديال الاخوات تيقولوا لي بان القوس يجيهم مرخي. حاولوا اخواتي غير تعمروا القوس مزيان، راه ما كيترخيش، كيبقى مرخي اولا كيطيح غير الا درتوه خاوي، يعني ما عمرتوش مزيان. في شي بلايص اخواتي لقيتو بان دوك الحبكات زاحمو بزاف، ماشي مشكل، انا نقصتو وحده، المهم راه تيوليو مزاحمات. غير تزاحمو في شي بلاصه ماشي مشكل، نقزو وحده وكملو الخدمه عادي. هانتوما اخواتي هذا هو القوس، راه تيجي هكا واقف، تيجي مضوبل، الشكل ديالو زوين. صافي نشد هنا في هاد العوينه الاولى، الثانيه، صافي وغادي نركب الخيط الاخر. هنا اخواتي كيبقاو لينا اربعه العوينات ديال هاد الخيط. بالنسبه لهنا هاد القوس راه ما كاينش حقاش، يلا هذه البديه غنجيو لهنا، نخليو هاد جوج عوينات ونجي للثالثه نثبت فيها الحرير، غير في البديل تجينا هاد جوج عوينات تيبقاو خاويين. نهز هاد العوينه ديال الحرير ونشد في العوينه الثانيه. صافي وهاد القوس اللي خدمنا نتنيه بحال هاكا لتحت ونخدمو هاكا على راحتنا. غادي نحسب عاوتاني كيف ما درت في القوس الاول، العوينه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، نشد في الخامسه، هي هادي كيف ما درنا في الاول. نرخي القوس على قياس هاد المسافه، نعاود نجي لهاد العوينه باش تنضوب لهاد القوس، ونلوح الخيط على يدي اليسر ونبدا نغلف. تقريبا تجي 20 حبكه، نخليوها مرخيه باش نعاودو نخدمو فوقها، ما نزيروش هاد الحبكات في الاول. انا درت تقريبا اخواتي 20 حبكه. هنا بحال جات هاد الحبكه مراكبه على هادي، غنقادها صافي. ملي كنعمرو القوس في المره الاولى غنشد هنا في هاد العوينه ونعاود نرجع لهنا لهاد العين، ونخلي الخيط داير بالقوس، شفتو كنخليه مطلوق. صافي ونلوح الخيط على يدي اليسر ونضوب لهاد القوس، نجي الحبكه الاولى نشد فيها ونشد معايا الخيط ونبدا غادي حبكه بحبكه. هانتوما اخواتي كنخدم بسهوله حقاش خليت في الاول الحبكه مرخيه ما زيرتهاش. الا زيرتوها في الاول فملي غتبغيو تضوبلو تجي الخدمه قاصحه، ما غتبغيش تدوز لكم الابره. صافي غنبقى غاديه حبكه بحبكه حتى ندور مع هاد القوس كامل. في حاله لو وصلتو شي بلاصه وتزاحموا ليكم هاد الحبكات ماشي مشكل، نقزو وحده. صافي غنبقى غادي بحال هكا حتى ندور مع هاد القوس كله. صافي كنخدم حتى كنوصل لهنا، هاد الفراغ هذا كنخدم فيه حتى هو حبكه.
هانتوما تيجي القوس مدوبل. صافي ونشد في العوينة الثالثة والرابعة ونخلي الخيط هنا ونجي للقوس الاول، هذا هو الحرير ديالو، غادي نخرجو من هنا نجيبو لهنا لقدام. شفتوا اخواتي هما كيتخالفوا لينا هاد الاقواس بحال هكا. صافي دابا غنقلب كلشي عاوتاني للور ونخدم من هنا، غنخلي العوينه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، راهما هادو اربعه راه حنا خدمنا فيهم. صافي غنجي مباشره لهاد العوينه، نرخي الخيط على قياس هاد المسافه، نطلعو الفوق باش يجي مزيان، ونجي لهنا هانتوما لهاد العوينه ها هي باينه، نجي لهادي نضوب القوس بهذه الطريقه. ضروري نهزو القوس شويه الفوق هكا. صافي ندير الخيط على يدي اليسر ونحبك حتى نعمر هاد القوس مزيان، تقريبا كيهز لينا 20 حبكه. وضروري اخواتي ما تزيروش هاد الحبكه، الا زيرتوها فملي غتبغيو تخدموا عليها عاوتاني غتجيكم قاصحه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ولكن الا درتو 20 وبان لكم القوس بانه باقي خاوي زيدوا فيه ماشي مشكل، غنزيد فيه واحد الحبكه. صافي ونشد هنا في العوينه الثانيه، نعاود نرجع هنا. هانتوما اخواتي شوفوا هنايا، دابا ملي ولينا خدمنا هنا الوسط ربع الضربات، غنجي دابا لهنا باش يجيوني هاد القواس مزديين. شديت شده هنا، كاينه واحد الضربه هنا، هنا رجعت فيها، دابا غنشد هنا. صافي ونجي ندوز الخيط فوق هاد القوس، نلوح الخيط هاكو على يدي اليسر ونجي للحبكه الاولى ونحبك على هاد الخيط بهذه الطريقه. غندور مع هاد الحبكات وحده بوحده، الا خليتوهم مرخيات راه غتجيكم الخدمه مزيانه، زيرتوهم راه غادي تجيكم صعيبه باش تدوزوا البره. صافي غنبقى غاديه هاكو حتى نكمل هاد القوس كامل. هانتوما اخواتي نضرت مع القوس كامل. صافي هنا شدينا بجوج عوينات، دابا غنشد في العوينه الثالثه والرابعه. صافي ونحط هذا الخيط ونهز الخيط الاخر. بالنسبه لهذا الحرير كيبقى في هذه الجهه، غادي نجرو من هنا ندخلو في هذا القوس، نجيبو عندي لهنا. هانتوما كيجيو بحال هكا مخالفين هذه الاقواس. صراحه هذا الدرس راه تيجي زوين، حتى الخدمه ديالو اخواتي راه سهله. مهم انا هنا راه عندي الالوان، غادي نخدم جوج اقواس في هذا اللون وغنحيد هذا اللون وندير اللون الاخر. هانتوما بالنسبه لهنا ضربت هنا الوسط ديال هذا القوس اربعه ضربات، غنخلي عاوتاني اربعه، 1 2 3 4 ونشد هنا بنفس الطريقه اخواتي. غنقلب هذا الشيء لتحت ونخدم قوس هنايا عادي، نطلع الخيط الفوق باش يجي مرخي ونجي لهاد العوينه الاولى، نضوب لهاد القوس بحال هكا. صافي ونعمر هاد القوس مزيان، تيجيو فيه تقريبا 20 حبكة. غنخدمو اخواتي بنفس الطريقة. غير عمروا اخواتي تيبان لكم القوس عمر وما تزيروش الحبكه. صافي غنشد هنا ونرجع لهنا لهاد العوينه، ها نتوما هاد العوينه اللي شاده على هاد القوس، نرجع فيها
نرخي الخيط نخليه داير بهذا القوس صافي. وبنفس الطريقه اخواتي ندير الخيط على يدي اليسر ونبدا دايره مع هاد الحبكات. غادي ندور مع هاد القوس كامل صافي اخواتي. هانتوما تيجي لهذا الشكل صافي. هنا غنشد في هذه الحبكه صافي وندخل هذا الخيط هنا. بغيتو تعقدوه بحال هكا شي عقده وعاد تقطعوه عقدوه. انا مازال هنا ما نبلتش غادي نعقدو، وملي نكون نبل غندخل هذيك العقده لداخل عاد نبل عليها. بغيتو تخليو تخدموا فوق وخليه. هانتوما اخواتي هذا هو الدريس ديالنا، تيجي على هذا الشكل صراحه تيجي واقف وتيجي زوين، وراه واخا هكاك راه تيجي كبير. صافي هذا البيج غادي نبدلو حقاش انا في الكوزه المغلفه درت ثلاثه الالوان. درت ورا البيج هذا اللون هذا غنخدم دابا بهذا. راه بنفس الطريقه اخواتي غنكملو غنركب هذا اللون هنا، ندير فوق هذه الضربه ونشد نهز هذه العوينه ديال الحرير. هنا كنضربو ربعة ضربات، واحد جوج ثلاثة، هذه هي الضربة الرابعة صافي. ونخلي هاد الخيط غنجي لهنا اخواتي لهاد اللون هذا. ضروري ملي كنبغيو نخدمو القوس خاصنا ندخلو الحرير من هنا صافي. ونكملو الخدمة عادي، واحد جوج ثلاثة ربعة، نشد هنا في الخامسة. بهذه الطريقة اخواتي غنستمر تقريبا بلا ما نبقى نعاود لكم، غادي غير يجيكم فيديو طويل. غنخدم هاد القوس غنرجع لهنا ونعمر المره الاولى، ونعاود نرجع نشد هنا ونعمر التعميره الثانيه. انا غنخدم هذا القوس ونرجع لكم. ها نتوما اخواتي ملي خدمت هذا القوس بنفس الطريقه غادي نشد دابا هنايا. انا هنا راه تسالي ليا الحرير وبدلته عادي اخواتي، غير خدموا فوقه وكملوا. ها نتوما تنشدوا هنا اربعه الضربات صافي. دابا غنحطوا هذا الحرير ونهزوا الحرير الاخر. ضروري نركبو جوج براوات قبل ما نخدمو القوس. غندخلو البرا من هنا صافي، ونقلبو هاد القوس هاكا ونخدمو هاكا، واحد جوج ثلاثة أربعة. غنخليو بتاني ربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، ونشد هنا. هانتوما دابا ركبنا اللون لاخر، نرجع لهنا لهاد العوينة اللولة، نضوب لهاد القوس وما نزيروش القوس. لا زيرناه راه تيجي نازل، ضروري خاصنا نديروه نهزو شويه الفوق صافي. ندير الخيط على يدي اليسر ونبقى نحبك في هذا القوس حتى نعمروه مزيان، تقريبا 20 حبكه. المهم قادو هاد القوس بحال هكا، الا بان لكم بحال هكا تيجي واقف وعامر هي هذيك ما بانش لكم، زيدوا عمروا فيه مزيان صافي حتى يبان لكم القوس بانه ولا عامر. ونجي لهاد العوينه اللي حدا هاد العوينه الاولى شديت فيها ونرجع لهنا. هانتوما اخواتي شدوا هنا هاد العوينه وهاد الخيط، خليهم رخي قياس هاد الدوره كامله صافي. تندير الخيط على يدي اليسر ونجي لاول حبكه ونحبك على الخيط اللي دورت صافي. نبقى غادي بهذه الطريقه حتى ندور مع القوس كامل. الا وصلتوا لشي بلاصه وبان لكم ان هاد الحبكات جاوا مزاحمين نقزوا وحده ماشي مشكل صافي، وكملوا الدوره عادي. ندور مع هاد القوس
صافي اخواتي كنبقى خدامه في القوس حتى كندور معاه بهذه الطريقه. صافي نخدم هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة بهذه الطريقه اخواتي غادي نكملوا. ملي بغي نخدم بالحرير دائما ندوزوها كوسط القوس صافي ونكملوا الخدمه ديالنا عاديه. هانتوما هذا الدرس تيجي بحال هكا على هذا الشكل. غنبقى نخدم بنفس الطريقه ملي غنخدم عاوتاني من هذا اللون جوج اقواس بحال هذا غادي نبدلو وندير لون اخر. هانتوما اخواتي راني خدمت شويه. هانتوما هذا هو الدرس تيجي على هذا الشكل. الصراحه تيجي زوين ما كيتنا ما والو تيجي بحال هكا في الالوان. اللي بغا ديروا بحال هكا مع الشرانده فيها الالوان وراه ساهره ما صعيبش اخواتي. غير تبعوا مع الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله غادي تفهموه وغادي يجيكم بحال هكا مزيان. ولا نسيت اخواتي شي حاجه ما قلتهاش لكم غير قولوها لي في التعاليق ولا دخلوا عندي الواتساب نزيد نشرح لكم اكثر. بالنسبه للالوان اخواتي ماشي بالضروره ديروا نتوما اربعه الالوان اولا ثلاثه، يمكن لكم ديروه غير بجوج الوان راه تيجي زوين. وصافي اخواتي هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش اخواتي الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب وحاولوا اخواتي تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وشاركوا اخواتي الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات براندا وباغيه تتعلموا ليها. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.